أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله في مصنفكم مسائل مهمة. الأولى: يسن الوضوء ولا يجب من مس الذكر أي الفرج، لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. ولحديث طلق بن علي قال: قال رجل يا رسول الله مسست ذكري، أو قال: الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك. نعم، هذه مسألة خلافية بين أهل مس الذكر ونتكلم، والمقصود بمس الذكر أي بالمباشرة بدون واسطة، أما إذا كان من فوق الثياب فهذا لا ينتقد قولا واحدا، ولكن الكلام فيما إذا مست بشرة اليد بشرة الفرج، هذا الذي تكلم فيه العلم، سواء كان لمس ذكره أو لمس حلقة الدبر هنا وقع الخلاف، هل ينتقض الوضوء بهذا أو لا ينتقض؟ هنا قول أنه ينتقض مطلقا، وهنا قول لا ينتقض مطلقا، وهنا قول أنه إن كان بشهوة انتقض، وإن لم يكن بشهوة لم ينتقض، والأقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه لا ينتقض إلا إذا خرج شيء من الذكر، والأصل بقاء ما كان على ما كان. نعم.